كل ما في الكون من ركن فإن رحمة الله قد وسعت. الله، ما أجمل هذه الطمأنينة، ورحمتي وسعت كل شيء. ربكم كتب على نفسه الرحمة، ربكم أول آية في كتابه المنزل بسم الله الرحمن الرحيم. أما نطمئن؟ بلى، لكن لا بد من عمل. لا نتكئ على هذه الطمأنينة دون أن نخلط مع الرجاء خوفا وحبا حتى نصل إلى رحمة ربنا. الله فتح باب الرحمة حتى أنه سبحانه كتب كتابا عنده، هو عنده على العرش، إن رحمتي سبقت غضبي. الله، وفي رواية غلبت. أحبابي، هذه الرحمة الواسعة من الذي يستطيع أن يقنطنا منها؟ لا يمكن لمخلوق أن يحجم رحمة الله أو أن يمنعها من عباده. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، وهو مسرف لا تقنط. لو لم تكن هناك هذه الأنوار التي تهديك الطريق، وهذه الدوحة الجميلة أن الله جل وعلا كلما أذنبت وعدت إليه قبلك لأن رحمته وسعت كل شيء، وإلا لهلك كثير من الناس، ولانتحر كثير من الناس، ولا انقلب كثير من العصاة إلى سفاكين دماء، لأن سيقول بما أنه لا رحمة لي ولا توبة ولا أوبة ولا فرصة، إذن يفعل كما فعل من قتل تمام المئة وقد قتل قبله 99. فلما قال ليس لك طريق إلى التوبة قتله. رحمة الله لا يحجرها مخلوق، لكن كن على استعداد أيها العبد أن تكون عبدا. والعبودية ذل وانكسار وإنابة، إذا أخطأت فلذ بجنابه، وإذا أذنبت وأجرمت قل يا رب، أي رب إني أذنبت ذنبا فاغفر لي، ثم قل له وأنت بين يديه يا من وسعت رحمته السماوات والأرض وكل شيء، ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وأبشر.